البداية مع الأستاذ بن صويلح عفاف آسيا نائب رئيس الجامعة مكلفة بالبيداغوجي. نعم، أهلا بك يا أستاذة بن صويلح مرة ثانية. كقراءة أولية في الاجتماع التنسيقي، يعني كنتم حضرتم وعينتم عن قرب ما تم تناوله من نقاط، وهي كلها تصب في خانة تفعيل المنصة وتسريع وتيرة العمل بها، وكذلك تمكين الطلبة من كل ما يحتاجونه. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كل مستمعي إذاعة كلمة، ونشكركم على الاستضافة اللي من خلالكم منبر إذاعة كلمة يزيد، وهي دائمة اللي باش نوصلوا صوتنا للطلبة وأهالي الطلبة والمجتمع بصفة عامة. احنا لمدة هذه الأشهر الأخيرة شغلنا الشاغل هو كان المنصة، حتى كيف نمكن الطلبة على الاستمرار في الدراسة في فترة الفترة الحرجة اللي تمر بها البلاد. سبقنا وان ذكرنا انه تم تفعيل الارضيه، كنا على ارضيه قديمه حولنا الى ارضيه جديده مستجده اكثر تسمح باكثر تفاعل، وهذا هو الهدف الاساسي. لم يكن الهدف الاكتفاء بوضع الدروس بقدر ما كان عندنا هدف ان نوصلوا للتفاعل، نتقربوا اقصى درجه ممكنه مع التدريس الحضوري او النمط اللي مارفين متعودين عليه. نعم، اولا هذا نمط جديد على الكل، أساتذة وطلبة، ربما البعض متعود من أغلبيتنا غير متعودين، لكن الصفة فيه أنه سهل لكل من أراد أستاذا أو طالبا. إحنا يعني نشوف بلي جملة حققنا، أنا جد فخورة بالمجهودات التي بذلت من قبل كل الأسرة الجامعية، لأننا في وقت قياسي حققنا، صح، سجلنا كل طلبتنا، وهذه أهم حاجة. نعم. تسجيل كل الطلبة في خضم يومين، بالك سجلنا كل طلبة الجامعة، والانطلاق بعد ما تحطت الدروس على الأرضية أصبح الجهد تاع كل الجامعة موجه نحو قضية تفعيل القسم الافتراضي. نعم، هذه النقطة يعني اللي حبينا اليوم أستاذة تفصلينا فيها نوعا ما، لأنه حتى البيان نتكلم على أنه هناك مرحلة ثانية بعد ما نصبتوا المنصة وكلها والتسجيلات تمت وكل، يعني اليوم ربما هو شيء جديد، وفي نفس الوقت يطرح بعض النقاط بالنسبة للطالب، كيف أدخل إلى القسم الافتراضي، كيف أتفاعل معه، كيف أتفاعل مع الأستاذ، يعني كلها إشكاليات يطرحها الأساتذة. حتى الأستاذ خشة يعني كان ركز لي على هذه النقاط، يقول لي بأنه لازم إحنا نأخذ انشغالات الطالب يعني بعين الاعتبار، هو في صفحة الفيسبوك الجامعة يطرح الكثير من الانشغالات حول القسم الافتراضي في حد ذاته، ربما الطالب هو ما يعرفش وش معناها القسم الافتراضي. عارفي شو كرنا كلنا أدانا صغيرة، الحمد لله، رانا نتبعوا في المنصة، نتبعوا في على الموقع في الغبريك مراسلات تاعنا. نعم. ونسمع في كل الانشغالات ونحاول نجاوبوا انستانتانيما، مش ننتظروا. نعم. القسم الافتراضي مدام الطالب مسجل ويدخل، احنا حطينا له تحت يديه دي فيديوهات توضح طريقة التسجيل تاعه في المقاييس تاعه. لأن التسجيل الأولي هو يسمح له بالولوج للمنصة، لكن بعد فترة الولوج للمنصة كاين المرحلة الثانية اللي هي التسجيل في المقاييس تاعه، لأنه كيولج حيلقى كل الجامعة، بس عنده خطوات يدخل يسجل ويخير المقاييس تاعه، يخيرهم يلقى روحه فيها. من بعد أنه في لحظة وأن الأستاذ هو اللي راح يفعل قسم افتراضي، مادام الطالب مسجل اوتوماتيكمون راح يلقى روحه كي حاب يدخل في القسم الافتراضي. حاجه واحده، انا البارح مع طلبتي تاعي، لان الحمد لله مانيش ني وحدي، عدد كبير من الاساتذه. احنا لاحظنا استاذه حتى على المنصه يعني تجمع كلمه، عفوا على صفحه الفيسبوك، تم ادراج يعني فيديو لاستاذ يعني نموذج، يعني مدينا نماذج من لانه ربما بعض الطلبه يشوفوا فيها بالك مش ممكنه وما كانش كاينه، وكاين حضور للطلبه اوسي. انا نقول كاين حصه البارح تاع رياضيات تطبيق، ليست محاضره تطبيق، راهم حضروا فيها 35 طالب. نعم. كانت حصص في لغه، وماشي باغ اكزومبل نقول لك في الرياضيات، ربما تقولي في الانفورماتيك، اقول لك في الفرنسي، في الفرنسي وفي الانجلي كاينين حصص برمجه. نعم. وكان حضور عندنا حنايا اون بسيكولوجي كاين، وانت روحي كاينين، مي كاين هذاك بدينا الخطوات.
دركا بدايات دايما صعبه وصعبه يعني دايما محتشمه نعم. وهو الكل الاغلبيه تشتكي من غياب الطالب لكن كاينين طلبه حاضرين كاين انشغالات تاع طلبه ترفع من خلال هذا المنبر نقول باللي للطلبه اللي قاعدين نقولوا استعصى علينا الولوج للمنصه احنا لهذا السبب واش درنا احنا هزلنا لزيمي بروفيسيونيل البريد الالكتروني المهني لكل الطاقم الجامعه انا راسهم العمده رؤساء الاقسام نواب العمده يعني كل المسؤولين اللي عندهم يقدروا يكونوا عطي تواصل ويسمعوا لانشغالات الطالب مديناهم سوق فيسبوك تاع لونيفرسيتي باش يقدروا الطلبه كل انشغال يبعثوه لنا وحنا يتم التكفل بهم هذه الاولى كان المنصه مراسلات وتم وضع حتى رقم هاتف وتم وضع رقم هاتف باش اي انشغال سمحنا الهدف تاعنا انه صح الاجابه عن كل الانشغالات الاجابه عن كل الانشغالات وحل المشاكل وليس تأجيل الحل إن أمكن الحل الفوري إن شاء الله إن أمكن الحل الفوري هو الكبلي من مقارنة من عنا 15 ولا 20 يوم عدد الحصص الافتراضية التي برمجت الأقسام هذه الافتراضية عدد لباس به جد معتبر حقا معتبر نعم صح. وحتى حضور الطلبة سجلنا أن الطلبة بدأوا يدخلوا ونتوقع على الاقل يتشجعوا باقي الطلبه يعني نتوقع انا نقول للطالب انه بحكم راك في ما تلقاش ظروف خير من هذه قاعد في دارك ترانكيل مش محوسين عليك واش لابس كيفاه قاعد تدخل في قسم عنده مطلق الحريه يعني مطلق نعم. الحريه وما هوش مرغم انه ما كانش صوره تاع الطالب وكان امكانيه بصح الاغلبيه اللي قاعدين يخدموا ما نخدموش بلا فيديو سي لي زونسيون الاساتذه يحطوا لا فيديو تاعهم يبارطاجيو لي كور بصح الطلبه غير حضور تاعهم استماع وطرح انشغالات ودردشه كاين هناك تبادل دونك هذا هو باش نبحثوا عليه هو التفاعل بين الطلبه والاساتذه وانا قلت لك في اول حصه الاكبر حاجه مخوفتني انه الطالب يقطع علاقته مع الجامعه نعم صحيح. الى غايه انه نرجع احنا ما احنا خرجنا استثنائيا بصح قلنا كل نرجع على المنص حضوري الزاميا يعني. الزاميا نرجع على المنص على الاقل تمضي الامور يعني الى حين العوده النظاميه للجامعه وهي يعني والله تجربه ممتعه هو ظرف دعا الى تكثيف الجهود وتركيزها من اجل على الاقل مد خطوه بالخطوات الى امام لتمكين الطالب من نيل المطالب. احنا ورحنا لابعد من انه قسم افتراضي، نفس لا فونكسيوناليتي يسمى هذا القسم الافتراضي رانا وجهنا تعليمه انه يتم التاطير عبر القسم الافتراضي. ليس مجرد تبادل ليزيميل بين الطالب والمؤطر تاعو، يمكن انه نديروا موعد كل استاذ مطالب حاليا انه يخلق قسم افتراضي في لاسيسيون تاعو خاص بالطلبه اللي اطرهم ويضبط مواعيد. نعم استاذ، يعني كاينه هنا في الخطوات يعني على الكلاس روم لو ندخلوا في التفصيل تاعها وكيفيه العمل تاع المنصه هذه، يعني هي الطريقه تفاعليه وانيه، وانا البارح يعني كنت حضرت في مناقشه في ورشه يعني منصه عملوها في العراق، يعني كيفيه اداره قسم افتراضي وكلها، يعني احنا المجتمعات العربيه يعني ولا الدول العربيه في وزاره التعليم هم راحوا الابعد من هذا، بداوا يديروا في الاختبارات اونلاين عن طريق هذه المنصه. احنا يعني كمرحله اوليه نطلبوا يعني من الطالب انه هو على الاقل يتفاعل مبدئيا، يحاول انه يجري البحوث تاعه ولا التطبيقات وكل هذه الامور الى حين انه ترجع الدراسه النظاميه، يعني مبدئيا هي محطوطه للموضوع يعني ما المفروض نهايه شهر اوت باذن الله منتصف شهر اوت الاسبوع الثالث من المفروض حسب نعم. بيان وزاره التعليم العالي نعم. الاسبوع الثالث من شهر اوت نعم استاذ استاذ فيها نقطه اخرى حبيت توضحيها يعني للطلبه وخاصه المقبلين على المناقشه مذكرات التخرج فيه يعني اشار البيان الى وجود منصه مخصصه فقط لعمليه التقدير لإذاعة المذكرات نطرح لك سؤال نعم. اسكو تحبين نبداو نهضروا على المنصه ولا نهضر ديجا على الوضعيه ديجا تاع كيف تم التعامل مع طلبه المقبلين على التخرج
دونك حنايا كيفية التعامل معهم مبدئيا بعد احنا مبدئيا شوفي اترى التعليمات وجهت للاقسام بعقد اجتماعات بيداغوجيه للاساتذه المؤطرين يا اما عن بعد ولا في حاله نعم. الاعداد القليله اذا كان ممكن الناس تجي ودير اجتماع. احنا عندنا ديزيسباس عندنا فضاءات كبيره يعني واسعه تحتمل ان نلتقاو ونديروا اجتماعات والجامعه معقمه يعني ما عندناش مشكله. احنا نديروا في كل التدابير باش اللي يدخل الجامعه يكون في امان والحمد لله عم بالكم ما انقطعناش خلاص انا معاكم. الجامعه راهي قلت لهم في الوقت الحالي ربما امن مكان ربما راهي امن مكان على اثر التقارير اللي رجعت لنا باش نحصيو عدد الطلبه مدام تعليم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو انه ما تعطلش اللي يكمل في جوان يقدر يسوتني واللي يكمل في سبتمبر يقدر يسوتني. احنا حبينا نعرف واش شكون عندنا كمل وكذا كمل واسكو كاين ولا ما كانش. درنا عدد اجتماعات تنسيقيه بعد ما داروا الاجتماعات البيداغوجيه وبعد احصاء عدد الطلبه حددنا مرحلتين. المرحله الاولى التي سوف تكون خلال الشهر الجاري هذا باذن الله بدايه الايداع لهم بدايه الايداع من 15 الى 20 جوان. الايداع يكون الكتروني. نعم الايداع سوف يكون احسن يعني هي نسخه الكترونيه فقط نسخة إلكترونية يصبح عندنا أرشيف رقمي يعني يكون أحسن. إحنا بدينا الجامعة الحمد لله كونت الأرشيف الرقمي على الدي سبيس. نعم فيما يخص المذاكرة. لا لكن التخلص يعني من النسخة الورقية لأن إحنا درنا النسخة الإلكترونية يتم إيداعها من قبل السيد المؤطر. نعم لتفادي أي إشكال. هو اللي حيبعتها أتخابير أنيمي للو ديبارتمان وبعد حنحطه نفعله منصة للطالب يدخل بها ويحط الملخصات ويحط المذكرة النسخة الرقمية نعم. النهائية بعد المناقشة والتعديل باش يقدر يحصل على الشهادة النهائية. سوف تبرمج جدا كما قلنا الإيداع سوف يتم من 15 إلى 20 جوان والمناقشات سوف تبرمج بإذن الله من 21 إلى 30 جوان. نعم صح. لكل طالب أنهى عمله وأريد من خلالكم أن أطمئن باقي الطلبة لأنه كاين طالب اليوم لقيته يسنى في يعني أنتم تأخروا شوية خاف يفوت الوقت يعني الأجل الوقت. نعم. احنا عندنا لو كانت شوفي قلنا دورة عادية وزدنا ركزنا من البيان تاعنا وقصدينه الدورة الثانية العادية كلمات مضبوطة العادية هذيك كانت مقصودة لأنه الطالب باش يشوف باللي أو ماهوش راحين نحطوا له فيها شغل غتخباج هذه عادية للناس اللي يكملوا طلبة يعني هذه عادية للناس اللي يكملوا والدورة الأخرى سوف تكون ايضا عادية. هي عادية منها هدف انه مثلا دركا في شهر جوان احنا يعني عندنا دي ميزور دو سيكوريتي اتخذنا اجراءات احترازية وقائية صحية اللي حتكون جد صارمة ما الوضع لا يحتمل اي خطا. عم يجيكم اهل يسمحونا احنا احنا شوف تعليم في وزاره التعليم العالي واضحه وتعليم الجامعه واضحه. احنا علمنا الطلبه انه المناقشه سوف تكون مغلقه ولن يسمح للدخول في الحرم الجامعي الا الطالب الذي برمجت مناقشته المناقشه تاع التخرج تاعو. والبرمجه احترام انه القاعه اللي تستعمل في الحصه الاولى نعاودوش نستعملوها نعقموا كلش لافي وغدوه اللي تستعمل ما نزيدوش ندخلوا لها. نعم صحيح يعني كاجراءات احترازيه مع الزاميه الكمامه توفير المعقمات هذه نعم. كل لازم تكون العمليه لن تكون بالسهله لازم لها وقفه صحيحه. نعم الحمد لله يعني جهود الاسره الجامعيه متكاتفه كل ذاك بفكره وذاك بتوجيه وذاك بجهده كل يعمل من تنسيق الجهود من اجل بلوغ المنشود. نعم استاذ بن صويلح يعني كان هنا البيان في الختام تاعه يعني هو يتكلم على شركاء الجامعه يعني ماذا تنتظر الجامعه من المحيط من التنظيمات الطلابيه من الشركاء الاجتماعيين يعني خارج محيط الجامعه للدفع بالطلبه ولا بالجامعه في مشوارها هذا حتى تكمل السنه الدراسيه. ان شاء الله ننتظر منهم التحسيس بالدرجه الاولى ان شاء الله التحسيس ونطمنوا الطلبه هذيك المخاوف من المنصه ومن المنصه
طمنوهم باللي يدخل هو كل تغيير يسحب به نوع من المقاومه اللي تروح تدريجيا، والخوف من ما نجهله بمجرد انك تستعمل المنصه تبدا تتنحى ديك المخاوف. نطمنوا الطلبه ومجهول من اذا راكم ما تقدروش فرصه كيما هذه كلمه سخونه قاعدين في دياركم ما تقدروش. سي بوكو ميو افضل بكثير من الحرارة، خاصه اليوم حراره اليوم وما زالت تطلع هذه البدايه وما زال هذه مؤشرات فقط بدايه شهر الصيف فاتحه. دونك التحسيس ورفع الانشغالات ان شاء الله. سمح احنا حطينا كل حطينا الزمايل حطينا هذيك مراسلات حطينا رقم هاتف كل قاعدين نديروا في اعلانات هيك وتشوفوا انا لو كان نعت لك الزمايل عدد الطلبه اللي قاعدين يراسلوني لا يحصى ولا يعد. وقاعدين نجاوبوا عليهم لان اول مشكل يواجه الطالب هو كلمه المرور والرقم السري كي يبدلوه ينساوا. هذه إشكالية كبيرة يعني أستاذة. إحنا قلنا لهم في نداء وجهنا للطلبة مجرد يكتب الرئيس القسم ولا العميد ولا نائب العميد ولا حتى لي أنا هاد الساعة قاعدين يكتبوا لي يكتب لي عطي لي الاسم واللقب ورقم التسجيل أنا نرد لك في الإيميل تاعك اليوم غدوة ماكسيموم تحبي حتى تسألي هم كل اليوم غدوة الرجع. إيه لأنه تطرح كثير يعني هذا الإنشغال. أستاذة بالنسبة للمناقشات في الدورة الثانية العادية يعني ستكون مغلقة يعني لأن هذا السؤال يعني طرحوه الله في صفحة الفيسبوك الخاصة بالجامعة. سامحيني نعم. الوضع العام هذا ما يدري به غير ربي سبحانه حقيقة. نعم. ربما من الشهر أوت يرفع البلاء ونرجع حياة طبيعية جدا إن شاء الله. وربما كما بعض يقول لك دوزيام فاك دوزيام فاك الله أعلم. الله أعلم هذه باش نقول لك من اليوم باللي حتكون مفتوحة ومنا الله أعلم. حسب الوضع. شكرا لكم استاذه بن صويلح ستبقين معنا حتى نهايه الحصه.